مساء تأتيكم من النيل للأخبار والفضائية المصرية. أهلا عبد الله، أهلا بكم مشاهدينا، والبداية مع العناوين. الرئيس السيسي يطالب بدعم ذوي الهمم بمبلغ 1 مليار جنيه خلال فعاليات النسخة الرابعة من قادرون باختلاف. الكرملين يرفض خطة السلام التي عرضها الرئيس الأوكراني ويؤكد أنه يجب أن تتضمن 4 مناطق ضمتها روسيا إليها. الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يدعوان إلى نزع فتيل التوتر بين كوسوفو وصربيا. ونتابع في نشرتنا الاقتصادية بدء معارض أهلا رمضان الأحد المقبل وحتى نهاية الشهر الفضيل لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين. أما في أخبار الرياضة فمعكم. مانشستر سيتي يواجه ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي. أهلا بكم سيداتي سادتي إلى التفاصيل. طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم دعم بمبلغ 1 مليار جنيه للعمل على تنفيذ احتياجات ذوي الهمم، مؤكدا ضرورة أن تساهم صناديق هيئة قناة السويس وصندوق الشهداء والمصابين والتأمين الصحي وصندوق الإسكان في توفير الدعم. وأكد وطالب الرئيس السيسي في كلمته خلال احتفالية قادرون باختلاف لأصحاب الهمم في نسختها الرابعة، طالب الحكومة باستكمال تعزيز البرامج والخطط والإجراءات التنفيذية لتمكين ذوي الهمم ودمجهم في جميع المشروعات والمبادرات القومية. كتاب الله الكريم هدية للرئيس من أحد الأبطال من ذوي الهمم القادرون باختلاف، يحمل كل معاني وآيات الشكر والامتنان لنهج ومسار دولة تؤسس لجمهوريتها الجديدة بدمج وإشراك هذا القطاع الهام من أبناء الوطن. ورئيس يتوسط أبناءه القادرين بكل المجالات، يعلي من شأنهم ويوجه اهتمام وعناية كل مؤسسات الدولة نحو تمكينهم وصون حقوقهم بل واستنفار طاقاتهم وإمكاناتهم. فللعام الرابع على التوالي وعبر النسخة الرابعة لاحتفالية قادرون باختلاف التي تزينت بعنوان لنا مكان، يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمركز المنارة للمؤتمرات فعاليات المعرض الذي أقيم على هامش هذه الاحتفالية. استعرض خلاله أبطال التحدي مشاهد قليلة من كثير مشاهدهم من البطولات والإنجازات في المجالات الرياضية والفنية والإبداعية، فكانت حفاوة التشجيع والثناء من الرئيس. السنة دي جميلة جدا. عارف يا رحمة، اللي ملوش حظ اللي ما يحبكمش. ملوش حظ. صح صح. اللي ملوش حظ صح، ده حقيقي، هو اللي ما يحبكمش. وبهذه الكلمات قليلة العدد كثيرة المعاني يؤكد الرئيس أن الوطن يحتاج لقدرات جميع أبنائه، موجها باتخاذ كافة مؤسسات الدولة كل ما يلزم من أجل تعزيز البرامج والإجراءات لتمكين ذوي الهمم ودمجهم بجميع المشروعات والمبادرات القومية. أولا، تكليف وزارة التضامن الاجتماعي لتيسير إصدار كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم ضمانا لحصولهم على كافة الحقوق والخدمات، ودراسة صرف معاش الوالد للمرأة من ذات الهمم المتزوجة أسوة بباقي الأشخاص ذوي الهمم. ثانيا، تكليف وزارة الشباب والرياضة بدراسة عمل عضويات وإتاحة الاستخدام لأبنائنا وبناتنا من ذوي الهمم لكافة مراكز الشباب ومراكز الابتكار الشبابي والتعلم والمدن الشبابية، والتنسيق مع الأندية الرياضية من أجل ضمان
إتاحة الممارسة الرياضية لهم. دعم مالي كبير يضاف إلى الدعم المعنوي يوجه لتلبية احتياجات ذوي الهمم، شدد الرئيس. تكليف وزارة الإسكان بمراعاة الاحتياجات الخاصة بذوي الهمم فيما يتعلق بمشروعات الإسكان، ويتم تحديد نسبة لهم ضمن الأولويات التي يتم تخصيصها ووفقا للضوابط الخاصة بالمشروعات المطروحة حاليا في مختلف المدن الجديدة، مع توفير كود الإتاحة في المنشآت العامة والسكنية. خامسا، تكليف وزارة الصحة بإتاحة مختلف الخدمات الصحية المتكاملة لذوي الهمم في جميع الهيئات العلاجية في مختلف المحافظات. فقرة اسأل الرئيس التي عرضت بالاحتفالية كانت فرصة لتفاعل الرئيس مع أسئلة تدور في أذهان ذوي الهمم حول ما مرت به البلاد خلال السنوات الماضية. فقد أكد الرئيس أن الجيش والشرطة دفعا ثمنا كبيرا من أجل حماية مصر وشعبها، موجها التحية لأرواح الشهداء منهم ولأسرهم. كان في شباب زي عمرو ورامز وكل اللي موجودين، في شباب من مصر، من الجيش ومن الشرطة ومن القضاء ومن كل حتة، ومن غير تمييز لا مسلم ولا مسيحي، كله مصري، دفع ثمن كبير قوي عشان البلد دي تبقى بالهدوء ده، تبقى بالسلام ده. فإن كان ليا كلمة أقولها للناس، حافظوا على اللي ربنا سبحانه وتعالى وقف معنا فيه وحمى البلد. الاحتفالية التي أقيمت بالتعاون بين وزارتي الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي إلى جانب الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية كشفت عن مبادرات وخطط الدولة لإنهاء عقود من التجاهل أو التهميش لدور ذوي الهمم في مسيرة الوطن باتجاه مستقبل يتشارك فيه الجميع من أبنائه. فخلال السنوات الماضية تطورت البنية الأساسية والبنية الرياضية من السادات، مدن شبابية ورياضية، ملاعب، مراكز شباب، حمامات سباحة، صالات رياضية، تلك الحياة الكريمة. وهذا يؤكد قدرات مصر في تنظيم كافة الأحداث الرياضية الكبرى، حيث أن هذه البنية وفرت نحو 65% من تكلفة استضافة تلك الأحداث الحالية والمستقبلية، يعني 65% انتهت من تكلفة تنظيم أي حدث مستقبلي. وقد قامت مصر بتنظيم نحو 289 بطولة وحدث دولي وعالمي، بالإضافة إلى تحقيق نحو 2646 ميدالية في مختلف الألعاب الفردية والجماعية. المبادرة الأولى بعنوان الإتاحة وكسب العيش، نناشد جميع المؤسسات والمصالح، الجامعات، الشركات، البنوك، المستشفيات، مراكز الشباب، الجمعيات الأهلية، النوادي وغيرها من المؤسسات، فلنساهم جميعا في إتاحة البيئة المكانية والتكنولوجية لتيسير تواصل ذوي الإعاقة كل على تكلفته الخاصة. قادرون باختلاف ليس فقط تطور إنساني في الاسم والمسمى، لكنه تطور أخلاقي واجتماعي لك الفضل فيه أولا وأخيرا فخامة الرئيس. لولا إيمانك ودعمك لنا ما كنا وصلنا إلى أن نؤكد اليوم إنه لينا مكان. يوم تاني ونظرة تانية جاية تجرح فيا تاني، ليه بيبصولي أنا مش فاهم، علشان بسامع كل أفكارهم تملي في بالي، وبإحساسي أنا رب العالم، وأنا مش هسيب فرصة لحد يكسرني ولا هتهزم وضعف قوي. أصبح تقدم الأمم والشعوب يقاس بحجم المكتسبات التي تحققت لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة بمجتمعاتهم. وعلى هذا الدرب صارت الدولة المصرية طوال الثمان سنوات الأخيرة بفهم ووعي بالغين بأنهم شريك أساسي في بناء ونهضة الوطن، فعملت على دمجهم وتمكينهم في شتى مجالات العمل الوطني. من مركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة على رشوان النيل.
وتنضم إلينا هاتفيا الدكتورة عزة فتحي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس. دكتورة عزة، بعد التحية، كيف تقرئين توجيهات سيد رئيس اليوم لذوي الهمم؟ طبعا من الناحية الإنسانية عميقة وكبيرة، لكن كيف تقرئينها في ميزان علم الاجتماع والتنمية؟ أقرأ أننا لدينا رئيس إنسان قائد لكل المصريين، تحول أخلاقي وقيمي في الدولة المصرية، بحيث أن الجمهورية الجديدة تبدأ صفحة جديدة مع قادرون باختلاف، حتى الاسم تغير، ما بقاش ذو الإعاقة. قادرون بالاختلاف بتدي ثقة وتدي طمأنينة وتدي إحساس بعدم الضعف. الاهتمام بولادنا دول والناس دول هم يعني حاجة أخلاقية وقيمية، وتقاس تحضر أو يقاس تحضر الأمم مدى اهتمامها بكل الفئات في المجتمع وخاصة ذو الهمم. فبالتالي كل ما أتاحه الرئيس لهم، وقال كلمة عجبتني جدا الحقيقة، وأنا يعني أثني عليها سيادة الرئيس، وده مش غريب عليه، ان هو قال مش هنقعد نتعشم في حد ولا نقول مبادرات، لكن احنا لازم الدولة تتدخل وتعمل قوانين، علشان احنا مش يعني عارف الناس مش هتشحت حقها، فلازم قوانين. وبالتالي هو لازم يسن قوانين وفي تشريعات هتتعمل علشان خاطر الناس دي تاخد حقها في كل حاجة، وابتدت الدولة تهتم بيهم جدا. الحقيقة هذه قراءتي لما حدث اليوم وما حدث في السابق، ان الاول مره نهتم بذو الهمم ونعطيهم حقهم الانساني وحقهم في كل حاجه، في العمل، في الصحه، في الطرق، في كل حاجه. يعني كان الاول يعني كنا اعظم حاجه نعملها ان احنا ممكن نستورد ليهم عربيات معينه، لا دلوقتي لا، هم مندمجين في المدارس، مندمجين في العمل، مندمجين في كل الاشياء، في الفن، في الاعلام، في الصحافه، لهم حقوق ولهم وعليهم واجبات مثل اي مواطن، هم مواطنين مصريين لهم كل الحقوق ولهم كل وعليهم كل الواجبات. وبالتالي الحقيقه احنا بندي الناس حقها، وده شعار الجمهوريه الجديده. فده النهارده اللي انا يعني الحقيقه كانت قراءتي لما رايته اليوم، وحوار السيد الرئيس معاهم بتلقائيه وحبه، وحوارهم مع السيد الرئيس، لا الحقيقه طبعا نعم، ده واحساس بجد بالفخر، واحساس هو ده بقى الحاجات اللي بتعمل انتماء ولا. نعم، شكرا جزيلا لك دكتورة عزة فتحي، استاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك. وفي إطار احتفال مصر بذوي الهمم قادرون باختلاف، نظمت المدارس الفكرية العديد من الفعاليات لاستعراض القدرات الإبداعية والمواهب الفنية للأطفال من ذوي الهمم. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو. بالفعل هم أحباب الله، الأطفال ذوي الهمم الذين هم في حاجة ماسة للدعم وإدخال البهجة والسرور لهم، لذا تولي الدولة المصرية اهتماما كبيرا وخاصا بهم، وعمل احتفالية سنوية لهم، بل ودعمهم معنويا وفكريا. عندنا مواهب كتير جدا موجودة في المدرسة، عندنا مواهب الشعر، مواهب برغم اللي هم معوقين ولكن عندهم تحدي وعندهم إرادة كبيرة، فأنا شايفهم خير للبلد إن شاء الله الفترة اللي جاية. وأنا حاسس اللي هم مش معوقين، لأن الأداء اللي أنا شفته معاهم الفترة اللي فاتت بقول لهم أنتوا عندكم إرادة، إحنا عندنا إرادة، إحنا عندنا عزيمة، إحنا عندنا عزيمة. عندنا أولاد موهوبين جدا في كذا مجال، قدموا النهاردة حاجات جميلة جدا تخص يعني ما يدعم إعاقتهم، هم مش معترفين أصلا بإن في حاجة اسمها إعاقة، هم عندهم إرادة ما عندهمش إعاقة. أنا ابني مصر قلبي نسر، ما أقدرش أعيش أبدا يوم غير وأنا حر، شفت يا زمان بمواقف ملاش عد، بس الصدمات بتقوي مش بتهد.
أطفال الجنة واحدة من المدارس الفكرية التي احتفلت بهؤلاء الأطفال ليكونوا أبطال الاحتفالية لتقديم إبداعاتهم ومهاراتهم الفنية التي تؤكد دوما أنهم بالفعل أبطال فوق العادة. لذا حرص المجتمع المدني والأهلي على مشاركتهم فرحتهم. لازم كمجتمع مدني نساعد، وده اللي طلبه السيد الرئيس، أن المجتمع المدني يشارك الدولة في كافة المجالات. المجال ده مهم جدا، لان هي مش بتسمع الطفل بس، انما الطفل واسرته. الاسره بتبقى متحمله عبء شديد جدا، لان الاطفال دول عندهم حالات شلل دماغي، فطبعا الام بتشيل والاب بيشيل، فطبعا في حمل زائد عليهم، وفي طبعا ارهاق كبير مادي. فان شاء الله احنا في صدد نطلق مبادره ليهم، وان شاء الله هننشئ جمعيه ان شاء الله ترعاهم هم واسرهم في الفتره اللي جايه باذن الله رب العالمين. وباذن الله هنعرض عليهم كل المسؤوليه في المدرسه والاحتياجات الخاصه بالمدرسه، وربنا يكرمنا باذن الله ونقف معاهم باذن الله وننفذ كل احتياجاتهم. والاطفال دول يستحقوا كل خير، يعني يستحقوا ان احنا نقف جنبهم. مصر عيني وقلبي وكل فؤادي، شربت من نيلك ونشأت في ترابك، فانا من رجالك الاشداء على كل الاعداء، مصر عراب يا مصطفى كامل والعقاد، وعبد الناصر والسادات واحمد زوير وعبد الفتاح السيسي، وتحيا مصر تحيا مصر. حرص الدولة المصرية على الاهتمام بالأطفال ذوي الهمم ودعمهم نفسيا واجتماعيا وصحيا واحدة من الخطوات المهمة لجعل هؤلاء الأطفال أعضاء فاعلين في المجتمع. محمد حلمي، النيل. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الاهتمام والمتابعة الدورية التي توليها الدولة لمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك تمهيدا لافتتاحها. وخلال لقائه رئيس مجلس إدارة الجهاز الوطني للإدارة والاستثمار اللواء شريف صلاح، شدد مدبولي على ضرورة أن تكون إدارة هذه المدينة على أعلى مستوى من الاحترافية في نظم الإدارة والتشغيل. عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ لمتابعة سير المسابقات المركزية بمختلف الوزارات والهيئات. ووجه رئيس الوزراء بإعلان نتائج المسابقات على بوابة الوظائف الحكومية وتسليمها للوزارات المعنية لإعمال شؤونها، بحيث يتم الإعلان اليوم عن نتيجة مسابقة الأئمة، وغدا عن نتيجة مسابقة معلم مساعد فصل، والمسابقة التكميلية لمعلم مساعد رياض أطفال. عقدت وزارة الداخلية مؤتمرا صحفيا للإعلان عن نتيجة القبول للدفعة الجديدة من المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة. وأكد اللواء أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة أنه تم الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الحاسب الآلي في عمليات اختيار الطلبة المقبولين وفقا للأعلى في مجموع درجات الاختبارات دون أي تدخل للعنصر البشري. اعتمد السيد محمود توفيق وزير الداخلية نتيجة قبول دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة للعام الدراسي 2022-2023. وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بأكاديمية الشرطة، تم الإعلان عن ضوابط ومعايير القبول التي اتسمت بالحيادية والموضوعية لانتقاء أفضل العناصر من بين المتقدمين. تقدر الإشارة إلى أن النسب المئوية أو تقديرات النجاح ليست هي المعيار الوحيد للمفاضلة في القبول بالأكاديمية، ولكنها أحد المعايير لتقييم الطالب للالتحاق بالكلية. الطلاب الجدد الملتحقين بكلية الشرطة من الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية وما يعادلها، وخريجي وخريجات كليات الحقوق وخريجات التربية الرياضية وخريجي الجامعات المختلفة من التخصصات التي تمثل احتياجا لوزارة الداخلية، خاضعوا لاختبارات بدنية وعلمية وثقافية وطبية بما يؤهلهم للالتحاق بكلية الشرطة، مع الاستعانة بتقنيات الحاسب الآلي في إجراء الاختبارات ورصد نتائجها. خضع المتقدمون للعديد من الاختبارات للتحقق من توافر الشروط اللازمة لتولي أعباء الوظيفة الشرطية، وتم الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الحاسب الآلي في إجراء الاختبارات ورصد نتائجها، حيث يقوم الحاسب الآلي بترتيب الطلاب وفقا للأعلى في درجات الاختبارات، ويتم قبول العدد المستهدف منهم بصورة آلية دون تدخل لأي عنصر بشري.
شفافية ووضوح في الإعلان عن نتائج القبول بكلية الشرطة، فالطلبة الجدد يمثلون كافة محافظات الجمهورية واجتازوا كافة الاختبارات المحددة بكفاءة وفعالية. إجمالي أعداد المتقدمين من الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها الليسانس في الحقوق ذكور وإناث، بكالوريوس التربية الرياضية إناث، الحاصلون على المؤهلات الجامعية قسم الضباط المتخصصين إجمالي عدد 50752، وصل منهم لكشف الهيئة 15850 والمستهدف قبوله 2950. المتقدمون لكشف الهيئة من الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها 4796 والمستهدف قبوله 850. المتقدمون لكشف الهيئة من الحاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق ذكور وإناث 6415 والمستهدف قبوله 1500. المتقدمون لكشف الهيئة من الحاصلين على المؤهلات الجامعية بقسم الضباط المتخصصين ذكور وإناث 4206 والمستهدف قبوله 500. المتقدمات لكشف الهيئة من الحاصلات على شهادة البكالوريوس في التربية الرياضية إناث 433 والمستهدف 50. وتم عرض فيلم تسجيلي خلال المؤتمر تضمن تفاصيل إعداد وتأهيل الطلبة على مدار فترة دراستهم داخل أكاديمية الشرطة ليصبحوا مؤهلين عقب تخرجهم للانضمام إلى حماة أمن الوطن. ضوابط ومعايير موضوعية تم على أساسها اختيار الطلبة الجدد الملتحقين بكلية الشرطة وفقا لما تم الإعلان عنه هنا خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم بأكاديمية الشرطة ليبدأوا مرحلة جديدة في تحقيق حلمهم، وهو الالتحاق بهذا الصرح العلمي الأمني المتميز ليصبحوا حماة أمن هذا الوطن. من مقر أكاديمية الشرطة، عبد الله بركات، التلفزيون المصري. أطلق التحالف الوطني للعمل التنموي المرحلة 16 من قوافل ستر وعافية لأهالي قرية أم دومة وتوابعها بمركز طمة بمحافظة سوهاج بمشاركة أكثر من كيانات التحالف الوطني لتقديم خدمات لأكثر من 10,000 مستفيد. مع نهاية 2022 اختتمت قوافل ستر وعافية نشاطها لهذا العام في سوهاج مرة أخرى، والتي ينفذها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لتستقبل قرية أم دومة بمركز طمة بالمحافظة قافلة ستر وعافية رقم 16 بمشاركة 15 جمعية ومؤسسة خيرية يعملون تحت مظلة التحالف وينظمها نحو 2500 متطوع، والتي تستهدف خدمة أكثر من 10,000 مستفيد. مركز البليانة وقرية أولاد علو هي اللي استضافت التجربة الأولى لينا كتحالف وطني بكل جمعية المشاركة في قافلة ستر وعافية رقم 1، فكان الختام بتاع قوافل ستر وعافية لسنة 22 واللي نبدأ بيه رحلة القوافل الجديدة لسنة 23، ما كانش فيه أحسن من مدينة سوهاج بلد المواويل إن إحنا نكون موجودين معاهم النهاردة. الأهم من كده كمان إن إحنا كنا أطلقنا إن شهر ديسمبر هيكون شهر المتطوعين وشهر العمل ذوي الهمم والقدرات الخاصة، فكان النهارده معظم الانشطه الاساسيه الخاصه بينا ركزنا فيها على كارت الخدمات المتكامله الخاصه لذوي الهمم. جايبين النهارده بفضل الله تعالى بطاطين من اجود الانواع بفضل الله تعالى، وان شاء الله وزعنا النهارده ومكملين لحد اخر الاسبوع باذن الله. نحن بنقدم معرض ملابس للمحتاجين عشان دخله الشتاء، عندنا بطاطين برضو عشان الشتاء، وعندنا مواد غذائيه موجوده معانا. دورنا الاساسي وهو توعيه باهميه الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي، غير انه هي بتعمل علاج مجاني للمرض، كمان بنهتم ان احنا نلف كل المحافظات عشان نقدم التوعيه. جايين في الطبي بدكاتره بطنه، اطفال، انف واذن، وعاملين صيدليه مدنيه، واي تحويل لعمليات مجانا عندنا في القاهره. النهارده بمتطوعينا اللي بيمثلوا 200 متطوع متطوعه من مؤسسه صناع الخير متواجدين داخل القافله ومشاركين النهارده بغرفه قدم سكري، ودي بتقدم خدمات لاهالينا من مرضى السكر.
أكد وزير الخارجية سامح شكري على أهمية تعزيز ودعم دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وأشار شكري خلال ترأس اجتماع مجلس إدارة الوكالة إلى أنها من أهم أذرع مصر التنموية في القارة الإفريقية ودول الكومنولث، وتتمتع بدور رائد في تعزيز التعاون جنوب جنوب في المجالات ذات الصلة بالتنمية المستدامة من خلال تقديم الدعم الفني في مختلف المجالات وبرامج بناء القدرات للدول الإفريقية الشقيقة، فضلا عما تقدمه من مساعدات إنسانية للدول ذات الاحتياج. أكدت وزارة الخارجية أنها تتابع عن كثب حالة المصريين المصابين في حادث الحريق الذي تعرضت له سفينة بضائع بالقرب من السواحل التركية، وعلى متنها 14 مواطنا مصريا ضمن طاقم السفينة المكون من 17 شخصا. أضافت الوزارة أن السفارة المصرية تتابع منذ اللحظات الأولى لوقوع الحادث حالة المواطنين المصابين للاطمئنان عليهم والتأكد من تقديم الخدمات الصحية اللائقة لهم. وأشارت الوزارة إلى أنه من بين المواطنين الذين كانوا على متن السفينة هناك حالة واحدة حالة وفاة، بالإضافة إلى قبطان السفينة المفقود الذي ما زال البحث جاريا عنه. قال السفير الصيني لياو ليتشانغ إن عام 2022 يعد عاما حاسما بعد إعلان الرياض الصادر عن القمة العربية الأولى بالعاصمة السعودية والتي تسعى إلى تحقيق البناء والتنمية. جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها السفارة الصينية بالتعاون مع المكتب الإقليمي لوكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا. جسر جديد لتمديد أواصر التعاون والتواصل العربي الصيني وإلقاء الضوء على أهم نتائج ومخرجات القمة الصينية العربية الأولى بالرياض من خلال الندوة التي عقدتها السفارة الصينية في مصر بالتعاون مع المكتب الإقليمي لوكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا تحت عنوان التكاتف معا لبناء مجتمع صيني عربي ذي مصير مشترك وخلق مستقبل جديد للعلاقات الودية بينهم. إن الوزارات المعنية سواء كان للصين أو الدول العربية سوف تبذل جهودا مشتركة في حسن تنفيذ مخرجات، وبالإضافة كذلك سنستغل بصورة جيدة منتدى التعاون الصيني العربي لحسن تنفيذ المخرجات بما يعود بالخير على الشعبين والجانبين الصيني والعربي. كما وصف السفير الصيني لياو ليتشيانغ العلاقات الصينية المصرية بالراسخة والمتميزة والتي تطورت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنفتح على كافة المستويات والأصعدة خاصة المجالات الاقتصادية. أشاد فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ بالإنجازات الاجتماعية والاقتصادية الباهرة تحت قيادة الحكيمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واتفق الرئيسان على ضرورة تعزيز الموائمة الاستراتيجية بين رؤية 2030 لمصر ومبادرة الحزام الطريق، وعلى ضرورة تعزيز عملية الصناعة في مصر وتوضين الصناعة. هذا وتعمل الصين على تعزيز التبادل والتعاون في المجال الإعلامي كجزء مهم من تدعيم الصداقة الصينية العربية. ضرورة أن نعمل معا من أجل يعني كسر الاحتكار الوسائل الإعلام الأغربية ونبذل جهودا معا من أجل يعني دفع العلاقات الشراكة بين الصيني والعرب من أجل يعني تحقيق مزيد من التنمية والتقدم. جدير بالذكر أن حجم التجارة العربية الصينية بلغ حوالي 330 مليار دولار في عام 2021، كما تم تنفيذ العديد من المشروعات التنموية كجزء أصيل من الشراكة العربية الصينية. استشراف أفاق أرحب للتعاون العربي الصيني لترجمة مخرجات القمة العربية الصينية الأولى بالرياض من خلال تعزيز الشراكات الاستراتيجية الشاملة القائمة على البناء والتنمية والتكامل وتمديد الروابط التاريخية الممتدة لآلاف السنين لإيجاد وحدة مصيرية مشتركة تحقق البناء والتنمية. أحمد سعد الدين، التلفزيون المصري.
رفضت موسكو خطة السلام المقترحة من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي وكذلك مطالبته بعقد قمة سلام دولية تحت رعاية الأمم المتحدة في فبراير المقبل. وأوضح المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن عدم اعتراف كييف بالحقائق الجديدة على الأرض هو أحد أسباب رفض موسكو خطة السلام المقترحة. وتدعو الخطة إلى سحب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية المعترف بها دوليا، ما يعني تخلي روسيا عن المناطق الأربع التي أعلنت ضمها إلى جانب بشبه جزيرة القرم. قال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إن بلاده لم تستشر مجموعة أوبك بلس بخصوص ردها على السقف السعري الغربي المفروض على النفط الروسي. وأشار بيسكوف إلى أنه من حق روسيا السيادي اتخاذ ما تراه مناسبا للرد على مثل هذه الإجراءات التي وصفها بغير القانونية. من جانبها توقعت الوكالة الدولية للطاقة أن يكون شتاء العام المقبل في أوروبا صعبا في ظل نقص الغاز، وذلك بعد أن وقع الرئيس بوتين مرسوما يحظر توريد النفط والمنتجات النفطية للدول التي فرضت سقفا سعريا للنفط الروسي. قال الرئيس الأوكراني إن أوكرانيا تمكنت من إطلاق سراح 1456 أسيرا من أسراها منذ الغزو الروسي في 24 من فبراير الماضي، مؤكدا أن إطلاق سراح أسرى الحرب يمثل أولوية. وجاء ذلك خلال كلمة فلاديمير زيلنسكي في خطاب سنوي أمام البرلمان اليوم. وقد أجرت كييف وموسكو سلسلة من عمليات تبادل الأسرى خلال الحرب التي دخلت شهرها 11، ويعتقد أن روسيا تحتجز الآلاف من أسرى الحرب الأوكرانيين. دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى نزع فتيل التوتر في شمال كوسوفا والذي يشهد توترات على الحدود مع صربيا. وجاء ذلك بعد إعلان السلطات في كوسوفو إغلاق أكبر معبر حدودي مع صربيا عقب إعلان صربيا وضع جيشها في حالة تأهب قصوى في ظل التوترات بين بلغراد وبريشتينا. تتبادل الاتهامات ويبقى التصعيد مستمرا، هكذا هو الوضع بين صربيا وكوسوفو. الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش قال إن بلاده تسعى لتهدئة التوتر ونزع فتيل التصعيد، متهما السلطات في كوسوفو برفض محادثات السلام. مناقشاتنا واتصالاتنا متواصلة مع الممثلين الدوليين من أجل حفظ السلام وتعزيزه، لكننا نواجه تعنتا من السلطات في كوسوفو. أشك في إمكانية تجاوز الموقف الراهن، ليس بسبب عدم رغبتنا في ذلك، وإنما بسبب استحالة إجراء محادثات مع طرف لا يرغب في الحديث. من جهته اتهم وزير داخلية كوسوفو صربيا بمحاولة زعزعة الاستقرار في بلاده عبر دعم المحتجين الصرب في شمال البلاد بهدف زعزعة وحدة واستقرار كوسوفو. وبدأت الأزمة منذ نحو أسبوعين عندما أغلق مئات الأشخاص من العرقية الصربية في كوسوفو طرقا رئيسية في المناطق الشمالية ذات الغالبية الصربية احتجاجا على اعتقال شرطي سابق، ما تسبب بشل حركة المرور عند معبرين حدوديين. واشتعل فتيل التوتر بين صربيا وكوسوفو عندما حددت الأخيرة تاريخ 18 من ديسمبر موعدا لإجراء انتخابات محلية في بلديات ذات غالبية صربية، لكن أبرز حزب سياسي صربي أعلن مقاطعته لها. وكوسوفو هو إقليم صربي أعلن استقلاله في عام 2008، لكن بلغراد ترفض الاعتراف به. متواصلون معكم مشاهدينا الكرام من التلفزيون المصري ونتابع. مصرع 60 شخصا على الأقل في حوادث مرتبطة بالعاصفة الثلجية التي تجتاح الولايات المتحدة. الصين تعاود إصدار جوازات وتأشيرات السفر في إطار إجراءاتها نحو تخفيف قيود كورونا. احنا حضرتك سمعنا عن قانون وتيسيراته
فجيت بنفسي هنا بدون أي محامي وقدمت الطلب حضرتك بالظبط من حوالي شهر. وانا اولا تحمست جدا للفكره، لان التسجيل الاول كان موضوع صعب جدا 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 انه يتم، لكن بصدور القانون الجديد في شهر مايو انا على طول تقدمت في اوائل يونيو. القانون الجديد سهل لنا عمليه التسجيل، ده بالعكس ان انا ممكن اجي اسجل الشقه بنفسي، الأوراق بتاعتها بتقدم والناس معاملتها كانت جميلة جدا. في خلال 37 يوم بيتسجل العقد وبيتشهر، والتكلفة بتاعته ما بتبقاش كبيرة، لا ده التكلفة بتاعته بتبقى قليلة بمقارنة بطريقة التسجيل اللي قبل كده. قدمنا في المحكمة بدعوة، رفعنا دعوة تثبيت ملكية، وبعدين حضرتك كان في حد بينازعنا على الملكية، فتوجهنا بالدعوة لمأمورية الشهر العقاري، ولقينا هنا إجراءات يعني متسهلة. وبعدين هنا حضرتك في خلال شهر كنت مخلصة هنا الدعوة بتاع إشهار الدعوة بتاعتي. أنا معايا حكم نهائي بقاله 41 سنة، وفي خلال الفترة اللي فاتت عجزت إن أنا أسجله، إنما في القانون الجديد الحقيقة يعني أقدر أقول الشهر في شهر، لان انا قدمت في اول شهر 8 25 8 كنت مستلم العقد معايا. طبعا ده انجاز ما حصلش في مصر. من بدايه المستشار وزير العدل ما ابتدى يسجل بنفسه في البدايه خالص، وانا ابتديت فعلا، وابتديت في اول 8، اخذت رقم خيد يوم 2 8، عملت المعاينه يوم 14 8، خدت التصديق يوم 20/8، 29/8 كنت اخد رقم مشرف يعني، وخدت العقد طبعا بعد منه باسبوع او 10 ايام حاجه زي كده يعني. انا طبعا بنصح كل الناس ان هي تقدر تسجل شقتها وتستفاد بالقانون الجديد دوت، لانه اولا هو سهل حاجات كتير، ثانيا لغى مثلا فصل ضريبه التصرفات، كنا الاول لازم ندفع ضريبه التصرفات عشان نقدر نسجل، دلوقتي هو فصلها تماما، انا كمشتري مش مطالب مني ان انا ادفع الضريبه. زي ما قلت لحضرتك الوقت قليل جدا، انا دلوقتي بشتري شقه وبدفع رقم كبير، فانا دلوقتي ايه اللي يخليني ان انا اكسر على التسجيل، وخصوصا كمان ان الرسوم بقت دلوقتي محدده، يعني حد اقصى لتسجيل اي شقه او اي عقار 3900 جنيه، دي رسوم ثابته. كان بيحصل امور كتير، امور نصب ان انا بشتري شقه بعقد وبص الاقي واحد تاني معاه نفس العقد، واحد تالت ورابع، فالبايع باعها لاكثر من واحد وفلوسي راحت، فلا انا اسجلها دلوقتي شهر عقاري وتبقى مسجله باسمي وباسم اولادي بعد عمر طويل، يعني كده ضمنت حقوقي وضمنت شقتي اللي انا دفعت فيها المبلغ الكبير ده. أهلا بكم من جديد. لقي 60 على الأقل مصرعهم في حوادث مرتبطة بسوء الأحوال الجوية في الأيام القليلة الماضية في الولايات المتحدة الأمريكية. كما يتوقع خبراء الأرصاد استمرار تساقط الثلوج وهطول الأمطار ربما تتحول إلى سيول موجة غير مسبوقة من الطقس السيء. اجتاحت عددا من الولايات الأمريكية خلال الأيام القليلة الماضية، لا سيما ولاية نيويورك، حيث أودت عاصفة شديدة بالعشرات وألقت بثقلها على المسافرين جوا خلال عطلة عيد الميلاد، مع انتشار قصص عن عائلات حوصرت لأيام خلال العاصفة. وأصيبت منطقة بافالو بالشلل لمدة 5 أيام بسبب تكوم الثلج وانقطاع الكهرباء، ومن المتوقع تساقط المزيد من الثلوج. شهود العيان وصفوا الأجواء بأجواء حرب، وقالوا إن العاصفة تعد بلا منازع عاصفة القرن، فمع انخفاض درجات الحرارة حُصر ركاب وبعض السكان الفارين من منازلهم الشديدة البرودة على الطرق السريعة مع تعذر التدخل لإنقاذهم. وتفاقمت المشكلة عندما أصبح الوصول إلى بعض المناطق متعذرا على السيارات لساعات طويلة، ولم تتمكن كاسحات الثلوج من العمل بسبب ضراوة العاصفة، مما استدعى التدخل لإنقاذ رجال الإنقاذ في بعض الحالات. كما أدت العاصفة لحالة من الفوضى في المطارات، حيث قامت شركات الطيران الأمريكية بإلغاء آلاف الرحلات مرة أخرى، مما أثر سلبا على خطط السفر لقضاء عطلات أعياد الميلاد، ودفع الحكومة الفيدرالية لإعلان عزمها فتح تحقيق في ذلك.
وقد زادت الانتقادات للحكومة حيث حمل بعض السكان المسؤولية لقرارات حظر السفر التي تم إصدارها، معتبرين أن ذلك قد ساهم في تفاقم الكارثة، مما دفع الرئيس الأمريكي جو بايدن إعلان الطوارئ في ولاية نيويورك لصرف أموال لمساعدتها على التعافي من الكارثة. وما زالت أجزاء من شمال شرق الولايات المتحدة تواجه سلسلة من العوامل الجوية بما يصاحبها من ثلوج ورياح ودرجات حرارة متجمدة، مما وصف بأنها العاصفة الأسوأ منذ 45 عاما، حيث أدى الطقس القاسي إلى انخفاض درجات الحرارة في 48 ولاية أمريكية إلى ما دون الصفر. رحب الصينيون بقرار حكومتهم إلغاء الحجر الصحي للوافدين من الخارج، والذي فرض لاحتواء تفشي فيروس كورونا منذ مارس 2020 وتسبب في نوع من العزلة لبلادهم عن العالم الخارجي. بكوفيد-19 اتخذت الصين إجراءات جديدة نحو تخفيف القيود على حدودها التي ظلت مغلقة منذ عام 2020. اللجنة الوطنية للصحة أعلنت أن البلاد ستتوقف عن مطالبة المسافرين الوافدين بالخضوع لحجر صحي اعتبارا من 8 يناير المقبل. وبعد تخفيف المزيد من قيود كوفيد، بدأ الصينيون في التخطيط للسفر، حيث أقبل الصينيون الذين انقطع اتصالهم ببقية العالم لثلاث سنوات على مواقع شركات السفر قبيل إعادة فتح حدود البلاد، رغم ما سببه ارتفاع عدد الإصابات من اضطراب للاقتصاد. تزامنا قالت هيئة الرقابة المصرفية والتأمين الحكومية في الصين إن بكين تعتزم تكثيف الدعم المالي للشركات الصغيرة والخاصة في قطاعي السياحة وخدمات تقديم الطعام اللذين تضرر بشدة من وباء كوفيد-19. وأضافت الهيئة أن الصين ستكثف أيضا دعمها المالي للاستثمار الخاص والشركات الخاصة وسط الضعف الذي طال أمده في قطاع العقارات، كما تعهدت بتلبية احتياجات التمويل وتحسين الميزانيات العمومية للمطورين مع تشجيع البنوك على اتخاذ إجراءات التخلص من القروض المتعثرة. من جانبها تدرس الحكومة الأمريكية فرض إجراءات جديدة مرتبطة بمكافحة كوفيد-19 على المسافرين الوافدين إلى الولايات المتحدة من الصين بسبب مخاوف من نقص شفافية البيانات الواردة من بكين، وأيضا بشأن الزيادات الراهنة في إصابات كوفيد-19 في الصين. وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت اليابان والهند وماليزيا تكثيف القواعد للوافدين من الصين في الساعات 24 الماضية بسبب زيادة الإصابات بفيروس كورونا هناك. ويتوقع الخبراء أنه مع هذا التراجع في الإجراءات هذا الشهر سيبدأ الفيروس في الانتشار مجددا بصورة كبيرة دون رادع في جميع أنحاء الصين التي يبلغ تعدادها 1.4 مليار نسمة. الآن موعد أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد في نشرة الثامنة مع دينا قنديل. أخبار المال والأعمال للثامنة، أهلا بكم. أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استمرار جهود الدولة في الإفراج عن السلع والبضائع المتراكمة في الموانئ، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تدريجيا حل العديد من المشكلات المرتبطة بعدد من القطاعات المختلفة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي لمتابعة موقف توفير المواد الخام المستخدمة في تصنيع الأدوية عبر إنتاجها محليا بحضور اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، وكذلك الدكتور تامر عصام رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية. وشدد مدبولي إلى أن الاجتماع يهدف أيضا إلى تدبير الخامات للمصانع بصورة مستمرة وتعزيز عملية تصنيعها محليا. أكد وزير التموين والتجارة الداخلية دكتور علي المصلحي أنه سيتم إنشاء معارض أهلا رمضان هذا العام بداية من الشهر القادم بكل المحافظات على أن تستمر لنهاية الشهر الفضيل، وذلك بتوجيهات رئاسية ومن مجلس الوزراء لتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع وبتخفيضات مناسبة. جاء ذلك خلال اجتماعه ووزير التجارة والصناعة وعدد من أعضاء اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات. وأضاف المصلحي أنه سيتم إنشاء غرفة عمليات مركزية مشتركة لمتابعة توافر السلع ومتابعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج بالتنسيق مع البنك المركزي المصري.
أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير توفير كافة مستلزمات الإنتاج لجميع المحاصيل ومناطق تنفيذ البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر، وكذلك التواصل المستمر مع شركات التقاوي الأجنبية ذات السمعة العالمية لتشجيع التعاون معها بما يعود بالنفع على المنتج المصري وتقليل تكلفة الإنتاج وزيادة العائد من وحدة المساحة. وكذلك استعرض القصير نتائج تقييم بعض الهجن والأصناف الخاصة بمحصول الطماطم، وذلك في ضوء المتابعة الدورية للتعرف على محاور تنفيذ البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر، سواء باستنباط الهجن الجديدة أو التعاون مع بعض الشركات العالمية لتوفيرها للمزارعين، حيث يتم حاليا التعاون مع شركات من الهند والبرازيل وغيرها. أكد وزير المالية محمد بعيد أن انضمام مصر إلى عضوية مؤسسة التمويل الإفريقية يسهم في فتح آفاق رحبة للاستثمار في مشروعات البنية التحتية والصناعات الثقيلة والاتصالات والنقل والخدمات اللوجستية والتحول الأخضر. وأضاف الوزير أن المؤسسة تسهم في توفير تمويلات ميسرة لمشروعات القطاع العام والخاص على نحو يساعد في تحقيق المستهدفات التنموية وتعزيز قدرات الاقتصاد المصري على النمو المستدام من خلال المشروعات الخضراء. سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق التعاملات مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والعربية. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6.5 مليار جنيه ليصل إلى 959.2 مليار جنيه بعد تداولات كلية بلغت 1.3 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 64%، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.9%. قال وزير الطاقة والمياه بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض إن انخفاض أسعار المحروقات في البلاد جاء نتيجة تحديد مصرف لبنان سعر صرف الدولار ب 38 ألف ليرة لبنانية حسب منصة صيرفة للشركات والمواطنين، بدلا من السعر المتداول في السوق غير الرسمية والذي بلغ 46 ألف 700 ليرة لكل دولار. وأضاف فياض أن جدول أسعار المحروقات الأربعاء سجل انخفاضا كبيرا في سعر المشتقات النفطية، متوقعا أن يحقق وفرا ماديا لكافة الشعب اللبناني. وأوضح فياض أن نجاح هذه المبادرة مرتبط كليا بالتزام مصرف لبنان من جهة والمصارف من جهة ثانية بتدبير الدولارات للشركات والأفراد بسعر الصرف المنخفض بشكل كبير عن سعر السوق السوداء. ومدعين عامين ماليين من ألمانيا ولوكسمبورغ وفرنسا. أهلا بكم من جديد. يشعر رجل الشرطة العراقي أحمد رجب الذي أصيب بالشلل خلال القتال ضد تنظيم داعش الإرهابي بمدينة الموصل يشعر بسعادة غامرة وهو يوزع الهدايا على الأطفال في موسم الأعياد مرتديا زي بابا نويل. نتابع. من رحم المعاناة يولد الأمل، ففي مدينة الموصل العراقية التي تضررت كثيرا بسبب الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي الذي كان يتخذ من المدينة معقلا له، يشعر رجل الشرطة العراقي أحمد رجب الذي أصيب بالشلل خلال القتال ضد التنظيم بسعادة غامرة وهو يسلي الأطفال ويحاول إدخال البهجة والسرور عليهم في موسم الأعياد مرتديا زي بابا نويل. ومن حقيبته البلاستيكية الحمراء وهو جالس على كرسي متحرك يخرج رجب الحلوى والهدايا ويوزعها على الأطفال الذين تجمعوا حوله في ساحة المدينة القديمة التي عانت الأمرين خلال فترة حكم داعش ودمرت المدينة التي كان يعيش أهلها في سعادة وأمان. جينا نفرح هاي الأطفال بهاي المنطقة اللي عانت وتضررت بسبب الحرب وبسبب عصابات داعش اللي دمرت المدينة ودمرت هاي المنطقة اللي كانت أهلها وناسها عايشين بحياة سعيدة وحياة حلوة وجميلة. كان أحد الأصدقاء يدفع رجب في كرسيه المتحرك في الشوارع المليئة بالحطام وبجوارهما يسير الأطفال في سعادة عبر البلدة مستمتعين بالموسيقى والألعاب. هاي المدينة القديمة تحتاج
إلى رفع المعنويات لهم بطقوس رأس السنة الجديدة وبالعيد ميلاد المسيح عليه السلام. فهاي الأطفال يريدون فرحة، لأن المدينة القديمة ضاقت الأمرين، المدينة القديمة يعني أخذت ما فيه الكفاية، فنريد نرجع البسمة وبوجوههم ونرجع الضحكة بوجوههم ونريد نرجع مثل ما يقولون بالعامية الفرح. وقد مارس تنظيم داعش الإرهابي معاملة وحشية للأقلية والمسلمين على حد سواء، وحضر الاحتفالات مثل أعياد الميلاد والعام الجديد، ويحاول بعض المسيحيين في المدينة العودة إلى ديارهم بوتيرة بطيئة بعد أن فروا من العراق خلال حكم داعش وممارسة بعض من شعائرهم في مواسم الأعياد. وبعد الفاصل نستعرض الأحوال الجوية والطقس مع نهى محمود. مشاهدينا أهلا بكم ونشرة الجوية. يسود طقس لطيف شمالا وجه البحر والقاهرة وشمال الصعيد، معتدل جنوبا وجنوب سيناء نهارا، بارد ليلا وفي الصباح الباكر، وشبورة صباحا شمالا حتى شمال الصعيد ووسط سيناء، وأمطار خفيفة إلى متوسطة شمالا، وتنشط الرياح على جنوب سيناء، والبحر المتوسط معتدل والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب. وعن التوقعات لثلاثة أيام القادمة نبدأ من القاهرة. الخميس 11/20، الجمعة 12/20، السبت 12/21. أما عن شرم الشيخ، الخميس 13/23، الجمعة 14/23، السبت 4. الخميس 10/23، الجمعة 11/23، والسبت 11/23 أيضا. ونتعرف الآن مشاهدينا على بيان تفصيلي لدرجات الحرارة المتوقعة بإذن الله. القاهرة 11/20، الإسكندرية 11/20، دمياط 12/20، بورسعيد 11/20، العريش 12/19، رفح 11/18، الإسماعيلية 12/21، السويس 11/20، مطروح 12/19، وادي النطرون 11/20، المنصورة 11/20، طنطا 13/19، دمنهور 12/19، سانت كاترين 4/14، الغردقة 13/22، شرم الشيخ 13/23، الفيوم 10/20، المنيا 8/20، أسيوط 7/20، سوهاج 8/21، قنا 9/23، الأقصر 10/23، الوادي الجديد 11/21، أسوان 11/23، حلايب 14/21، شلاتين 14/23، أبرومات 13/23، رأس حدر 13/21. وهنا تنتهي نشرة ثامنة، ولم يتبقى سوى التذكير بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يطالب بدعم ذوي الهمم بمبلغ 1 مليار جنيه خلال فعاليات النسخة الرابعة من قادرين باختلاف. الكرملين يرفض خطة السلام التي عرضها الرئيس الأوكراني ويؤكد أنه يجب أن تتضمن 4 مناطق ضمتها روسيا إليها. الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يدعوان إلى نزع فتيل التوتر بين كوسوفو وصربيا. تحت النشرة، شكرا لكم. يمكنكم متابعة المزيد من الأخبار عبر موقعنا الإلكتروني مسبيرو.إيجي ومايل.إيجي. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء.